انا مش هفكر. مين قال؟ ها روح جاي ورا بابا، روح جاي ورا بابا. انا مثلا امشي ليتس جو. بابا انا 10 دقايق شغال على الفاضي. ايه او ماي جاد، امسك جامد بقى، بص على العربيات. ثاني بابا جامد قوي. او ماي جاد بابا عارفك كنت بتعمل رساله زي الصاروخ بابا. عطفت شحنانه بابا. اه